بعد؟ ايه خلص. الين احمر الاسئله لك هلا، بين عاصي الحلاني اللي شاركتيه بكليب جن جنوني وفارس كرم يلي رح نشوفك قريبا معه بكليب اغنيته جديده، باي كليب انت فخوره اكثر؟ اه لا كلمه فخوره ما فينا نقولها. اه اوكي سعيد لانه فخوره باثنين. فخوره باثنين ميوزك فيديوز. سعيد سعيد لا بس سعيد الاثنين كثير حلوين، بس انه تجربه عاصي كانت شوي مختلفه لانه كانت بماليزيا ما كانت بلبنان. اوكي بس انا ماشيين باثنين يعني بلشت فيها جيال اثنين بلشت فيها جيال اثنين. بس بايها فخوره بماليزيا ولا بلبنان؟ ماليزيا. مكمل معك الين، بتلعبي بالكليب دور الزوجه الرابعه، بتلعبي بالكليب دور الزوجه الرابعه، بالحياه بتقبلي تكوني الثانيه بحياه رجل او لازم تكوني الاولى؟ ما تكمل السؤال، ما تكمل. هلا بتقبل بتقبل عادي الاولى والاخيره ولا ايه؟ ايه دغري ما في. ليه؟ اوكي مين بتعتبريها صديقتك، هيفا وهبي او نادين نسيب نجيم؟ هيفا. بس نادين اكيد كمان، بس هيفا مقربه اكثر. طب انت مين قلتيها وزعلت منك؟ في حدا قلتي حدا وزعل منك؟ لا ابدا الحمد لله ابدا. ديما صادق او مايا دياب؟ مين قلتي وزعل منك؟ ديما صادق او مايا؟ بالعكس، بس ديما اول مره تعرفت عليها كنا بالبيال، كان في ايفنت، فبشوف حدا حط ايده على اخواني وما شفت مين، برمت لقيتها ديما، قلت لي من وراك ما بقى استر جاهز على الكاميرا. كنت كثير مهضوم الابروتش، كان اول مره بشوفها. حبينا وتنسيني زي الغزال الوارد على المي.